لكم الأجر والمغفرة في هذا العصر الأواخر ديال هذا الشهر المبارك. دائما في نفس الإطار غادي نحاول باش نطرق هذه الحصة لواحد التقنية جميلة في الأيكيدو والأيكيجيتسو وهي شيوناغي. أولا ما تفوتنيش هذه الفرصة باش ندير واحد الملاحظة باش الناس ما يمشيوش غلط ويظنوا ان الايكيدو ما فيش حركات قويه وديال الدفاع النفس، وانما يجب الاشاره ان حاليا في اغلب القاعات الممارسه ديال الايكيدو اصبحت عندها واحد طابع تقريبا رياضي، وبحال اللي وقع في الجيدو من يدخل الاولمبياد تقريبا كاع الحركات الصعبه اللي تجسد خطر على الممارسين حيدوه. اذا في الايكيدو داك الجانب السوفت ديالو ولا داك الجانب الرطب ديالو طغى على الجانب الصلب، واغلب الممارسين ولاو كيمارسو تقريبا الايكيدو سبورتيف، يعني فيه الحركات كثيره وفيه لي شوت وهذه، كيخرج الانسان عرقان محرك مزيان، ولكن دوك الحركات اللي فيهم الدفاع النفس ربما كتبقى مخصصة في حصة خاصة لبعض الممارسين المتقدمين. هذه فكرة ربما تكون صائبة وكتبت أنا، وأنا شخصيا حتى أنا كنحبدها، لأن بعض الممارسين يكونوا مبتدئين من الصعب أنك تفتح لهم المجال باش يمارسوا حركات قوية وصعيبة وخطيرة. هنا كيبان الدور ديال الأستاذ، خص يكون دائما عينو على الممارسين ديالو ويتبعهم خطوة بخطوة باش ما يوقعش في شي اكسيدون ولا في شي اصابة. غنبداو دابا الحركة ديال الشيوناغي. كاين اللي كيخدمها الكاتيتر دوري ويخدمها بجميع لي زاتاك. غنوريكم الطريقة ديال الكاتيتر دوري. اجي كاتيتر دوري هنا عادية كيشدني كندخل نمشي كرة على برا، الإشارة أن في الأيكيدو كاين دايما أومونتي كرة، يعني داخل على برا بوزيتيف ونيجاتيف. هذه الطريقة كرة على برا، هذه الطريقة أومونتي داخل. وكتلاحظ ان هنا في الايكيدو كنديرو غير يدو غير بحال هكا وكنهزو عادي، ما عندو حتى شي خطر عليه. فيكوما او يداريما كما كنسمونا هنا اوموتي كنمشي ليه وكنخرجو كورا نفس الحركة ولكن على برا. هنا انا كورة كنمشي هنا كنطيح يدو طوية عالية. دابا غنحاولو نخدموها بطريقة أسلوب ديال لايكي جوتسو. مثلا نبداو بيداري مان أو يوكومان. هنا أولا كاين لاتيمي هنا، ثانيا كنشد هنا وما كنشدوش هنا، كنشدو هنايا قرب شويه باش يشوف الحركه، ما كنشدش هنا، كنشد هنا تقريبا، وهذه كتدفع لهيه، هو كيحاول باش يخرج يدو، كنبلوكيها له هنايا، إذا هذه كتدفع لهيه وهذه كتدفع هنا، ما عنده ما يدير لأنه هو العقل ديالو في لادولار اللي في اليد ديالو، هنايا، واخا هذيك اليد خاوية ما يقدرش يدير بها شي حركة، لأن هنا مكسح، إذا التفكير ديالو كيمشي دائما البلايصة فين عندو لا دولار. ملي كندخل هكا ديجا هنايا هو مكسح، كنجي هنا كاين هنايا كاين هنايا وهنا ما كنديرلوش بحال لايكيدو هكا يدو، لا بالعكس كنحلو يدو هنا باش يزيد يتقسح كتر. هنا زيد عندي اللور شوية دخل عندي هنا، هنايا ما عاد الرميش غندير هنا هنا
1, 2, 3, 4, 5. هنايا غنشدو غير باش ما نكسحوش، غنشدو هنا وغندير له هنا ما نطلقوش، كنكمل أربعة هنايا. عرفتي هنا لاحظتوا التنوع ديال الحركات. تقريبا دخلت درت لارموك هنا، درت لارموك هنا، لارموك هنا، درت لارموك هنايا، وطيحته افيك ان موفمون دو جودو حقا. ها الناري كوشي، ملي طاح كملت مع بلوكاج او سول. شوف التنوع ديال الحركات، تقريبا خمسة الحركات في حركة واحدة اللي تقدر ديرها عادية، ولكن بهذه الطريقة ديال الأسلوب ديال الأيكيجيتسو كتنوع، كتولي حركة واحدة كيخرجوا منها عدة حركات. إذا كنشكركم وسمحوا لي لأن خديت وقت ضيق لظروف خاصة ودرنا هذا الشيء مختصر. نتمنى يفيد الأغلبية ديال الإخوان اللي كيتبعوني، وشكرا.